كبيرة، يمكن حملة اللي كان فيها نجمنا محمد صلاح كانت عملت مردود إيجابي جدا في المجتمع. هل الحملات الأخرى بتعمل نفس المردود ده، ولا احنا محتاجين المزيد من التكثيف للحملات؟ يعني هقول لحضرتك، بس انتوا ليكوا خط ساخن، بس في كتير ما يعرفوش، عارفين ان في صندوق وفي مكافحة بس اروح فين؟ الاقي ناس هتقول اروح فين؟ طب اجي منين؟ طب اعمل ايه؟ يعني ال- 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 الحاجة مش منورة مع الناس قوي، خاصة احنا بنتكلم على طبقات معينة هي مش قاعدة قدام التلفزيون كتير. خلينا اقول لحضرتك، احنا وسائل الاعلام بالنسبة لنا مختلفة، وعايز اقول لحضرتك ان صندوق مكافحة وعلاج الادمان صفحته على الفيسبوك على سبيل المثال فيها 2 مليون عضو، وده رقم كبير جدا، وتقريبا 85% منهم من الشباب. احنا حملاتنا الاعلامية 360 درجة، مش بس على مستوى الاعلام ولكن كمان على مستوى التواصل المباشر والحملات من خلال دايركت كوميونيكيشن، او يعني بننزل للفئات المستهدفة بشكل كبير. حملة محمد صلاح نموذج، مش بشهادة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشهادة المجتمع الدولي بشكل عام، وبشهادة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبشهادة منظمة الصحة العالمية. هذه الحملة الحقيقة تفاعل على مستوى العالم معها، وتفاعل في غاية الأهمية. هذه الحملة كان فيها 5 مراحل، عايز أقول لحضرتك المرحلة الأخيرة فقط شافها حوالي 40 مليون مشاهد على مستوى التواصل الاجتماعي. الحقيقة كنت بشوف ردود الأفعال كمان على مستوى الدول الأخرى، الحقيقة ردود في غاية الأهمية، والحقيقة بيعتبروها نموذج للنجاح. هذه الحملة تم ترجمتها لأكثر من لغة، تم ترجمتها للإنجليزية، للأسبانية، للبرتغالية. هي كمان وزارة الأمن العام في الصين وضعتها على موقعها الرسمي وترجمتها للغة الصينية، واعتبرتها من الحملات النموذجية والملهمة في هذا المجال. على أرض الواقع فادتنا كتير جدا. احنا النهاردة بنتكلم في الخط الساخن 16023 في ازدياد للتواصل معاه بشكل كبير، بنتكلم في 4 أضعاف الحقيقة ازدياد على مستوى التواصل مع الخط الساخن. محتاجين الحقيقة التواصل يبقى أكتر وأكتر في الفترة القادمة، وده بالتأكيد دور حضراتكم ودورنا، يعني من خلال الإعلام المستنير زي برنامج حضرتك. ونتمنى لو رقم الخط الساخن يبقى موجود على الشاشة، هيبقى موجود حالا 16023 على مدار الساعة، 7 أيام في الأسبوع، ما بناخدش أي أجازات، 24 ساعة بنكون شغالين فيها. طيب هل هناك مخطط لحملات زي حملة محمد صلاح؟